أزقة حي الصابر في وسط مدينة بنغازي، من ملعب للأطفال ودكاكين للباعة والمتجولين إلى ممر لآليات الجيش الليبي التي تدك معاقل المسلحين. قذيفة تلو الأخرى تسقط على هذه البيوت التي هجرها أهلها خوفا على حياتهم، وتحصن فيها بعض المسلحين. يستخدم الجيش مختلف أنواع الأسلحة في محاولته لبسط السيطرة على هذا الحي، فالسيطرة عليه تعني إحكام السيطرة على ساحة المحكمة، وهي من أهم رموز ثورة 17 فبراير. ضيق الشوارع وتمركز القناصة فوق أسطح المباني يعيقان تقدم أفراد الجيش. حي الليثي أكبر معقل للمتشددين في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية. شهد هذا الحي اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مؤيدين للجيش ومسلحي جماعة أنصار الشريعة في الأيام القليلة الماضية. الليثي طبعا الحقيقة شباب مدينة بنغازي الأبطال اللي مش غريبة عليهم، يعني خلال أيام لا تتعدى أسبوع حيكون الليثي آمن إن شاء الله، لأن الليثي ما فيش إلا عبارة عن بؤر بسيطة، وهذه البؤر تم تطهيرها من الشباب وبدين في تطهيرها بمعاونة الجيش الليبي، والآن بعض أفراد الجيش الليبي موجودين غادي، وإن شاء الله خلال الأيام حتسمعوا عليها، يعني ما هيش مشكلة الليثي. يطالب بعض الشباب في الحي الجيش بإرسال المزيد من التعزيزات بعد ذبح أحدهم ومقتل 5 منهم في الاشتباكات. بسم الله نسأل الله أن ما نمسيبين حتى بالحيط، لكن المعلومة وصلت وهي أمانة في رقبتكم وقاعدين نحن إن شاء الله قدك حتى بحيط. نحن في الباحة الرئيسية. يقترب الجيش الليبي ربما من بسط سيطرته على حي الصابري، ولكن سيطرته على حي الليثي القريب من وسط المدينة ستكون بدء نهاية المعركة في بنغازي.